فقرتنا مثل ما وعدنا مشاهداتنا العزيزات رح تكون عن بعض المشاكل التجميلية وليست فقط العلاجية اللي تخص الأسنان. ولهذا فقرتنا اليوم حبينا نستضيف الدكتورة رسل عبد الرزاق، اختصاصية طب وجراحة الفم والأسنان. أهلا وسهلا بك دكتورة رسل. اليوم راح نناقش بعض الأشياء جدا شائعة دكتورة رسل، اختارينا أنا وياك هذا المواضيع بالذات أنت بعد تعرفين، اللي هي أول شيء أول شغلة الناس أو واي بنات يعانون منها، اللي هي البنات والشباب أكيد الجامي سمايل، أو الناس اللي من يضحكون أو يحجون تطلع اللثة مالتهم. نعم بالضبط. تعتبر تجميلية صح وليست أكيد. يعني شيء لازم يتعالج بس من باب الجمال التجميلي. من باب الجمال لأن كثير يعانون من هاي الفقرة تخليهم ينحرجون. صحيح. لما يبتسمون أو يضحكون أمام الآخرين. صحيح. فحقيقة فيها إلها أكثر من حلول. في ناس تلجأ إنه تعمل بوتوكس أو تعمل فيلر، بس مو دائما ينفع. إذا التقينا إنه نستخدم البوتوكس كحل، لازم تكون المسافة بين حافة الأنف والشفم مسافة تكون قصيرة، لأن البوتوكس يعني بيعمل ارتخاء للعضلة فتطول المسافة. لكن في ناس عندهم الجام سمايل نفس الوقت عندهم المسافة بين الأنف والشفة بعيدة، فما تنفع معها لا بوتوكس ولا فيلر. في إلها طريقة خاصة هي تعتبر ماينر سيرجري اسمها ليب ريبوزيشن، يعني إعادة وضع الشفة إلى موقع أقرب، بحيث لما تبتسم أو يبتسم الشخص ما تبان كثير اللثة. نعم. هذا فتح حل للعلم، وهذا حل جذري يعني يعتبر. حل جذري يعني بوتوكس والفيلر ما يعني 6 شهور 8 شهور أو نعم. سنة ماكسيموم. نعم. لكن هاي الطريقة هي حل جذري للمشكلة. يعني إذن يعني الطبيب الأسنان المختص هو اللي يحدد شنو الشيء الأصح للمراجع بعد الفحص. بعد الفحص. طب تحكينا أكثر عن هاي العملية الصغرى اللي ممكن يتخلصون من الجام سمايل، شنو البروسيجر مالتها، شنو الخطوات؟ هي البروسيجر بسيطة. طبعا لازم يكون الدكتور جراح بالأساس، جراح نعم، عشان يعرف يميز بين العضلة وبين اللثة، ويتم تخطيطها بالضبط، ونعرف إيش قد المسافة. نطلب من المراجع إنه يبتسم أكثر، يعني أكثر حد ممكن أنه يبتسم فيه، ونقيس بالضبط المسافة المحتاجيها. استناداً لهذه يتم هذا الجزء رسمه على اللثة نفسها. نعم. وبالتالي بطانة الشفة من الداخل. نعم. نقوم بتركيبها، إعادة قطعها وإعادة تركيبها بالبوزيشن الصحيح اللي حافظ على أنه من يبتسم الشخص ما تبرز لثة. وحقيقة هي بس مجرد إرادة لها فترة نقاها اللي هي أول أسبوع، إنه يكون أكل أشياء باردة وسوفت، وبعدين الأمور يرتاح من عندها ويكون حقيقة يعني يبتسم بثقة تامة. طبعا أكيد. طب تخدير موضعي له، تخدير موضعي واعتيادي، ويتكلم ويشوف قدامه ونشوفه بالعيادة، طبيب على الأسنان. الأسنان. نعم. عادي عادي جدا. حلو. إذن أكو حلول هسه يعني مع التطور عصر التطور والتجميع، اكو هواية حلول ممكن واحد. نعم. يتخلص من الاشياء اللي فعلا تسبب احراج يعني. صحيح. ويكون دائما يطل على الناس او هو يعني ثقته بنفسه تزيد. بالضبط. يعني هاي من المشاكل جدا شائعه وحلولها سهله وبسيطه. ننتقل. نعم. الى ايضا من المشاكل الشائعه تعتبر. نعم. نتيجه الضغوطات الحياه او مشاكل ستريس، قله النوم، التفكير، الناس خصوصا وهي نايمه دكتوره. نعم. ترص على اسنانها. نعم. يعني تدوس على اسنانها، ما يؤدي الى تاكل الاسنان. نعم. يعني شوف حتى الاسنان تبدي تتاكل وتتفتفت يعني تتكسر. بالضبط. واكيد اكو هوايه راح تشرحين اكثر هوايه اعراض جانبيه نتيجه. بالضبط. هاي مثل خلينا نقول العادة الجديدة أو العادات السيئة اللي واحد يسويها بدون ما يحس. بالضبط. هي هل أكو حلول؟ لها حلول بس. نعم. هو لازم أول شيء الشخص يعترف إنه عنده هاي المشكلة. نعم. لأن في كثير ناس تقول لا أنا ما بي شيء وأنا طبيعي. هو كلنا طبيعيين، هذا أمر يعتبر unconscious يعني باللاوعي. صحيح. بيعطي أوردر الدماغ، يعطي أوردر لهذه العضلات إنها تتحرك أثناء النوم. نعم. وما يحس الإنسان إلا أنه يطلع يقعد الصبح يلقى عنده صداع أو ألم بالفك أو مثلاً إذا من أعراض الصداع. نعم. وأيضاً عظمة الفك، أيضاً عضلة الفك تأذي، عضلة الفك أو. نعم. مفصل الفك أو ساعات طنين بالإذن. نعم. يعني ساعات آلام لما يريد مثلاً
ياكل اشياء قويه مثلا ما يقدر نعم. ومو بس هذا، يصير تحسس بالاسنان. ليش؟ بسبب عمليه الصرير طول النوم. نعم. تؤدي الى تاكل مينة السن. نعم، لان واحد دا يضغط على اسنانه بشده. نعم بالضبط. فهذا التاكل ايش يصير؟ تنفقد الطبقه الاولى من السن اللي هي المينة. مينة السن هي هدفها هي حمايه السن وهي حماية العصب من التحسس الأشياء الخارجية. نعم. فحلها جدا بسيط، حلها جهاز بسيط يلبسه أثناء النوم. نعم. بس لازم يواظب على أنه يلتزم. يكون يلتزم فيها، لأنه إذا أهمل الموضوع حقيقة تراكميا صعب. نعم. لأنه أنا صادفوني كثير حالات أدى بيهم شدة الألم، ما يعرفون شنو السبب، يشلعون أسنانهم. يتوقعون أن هذا السن هوبلس كيس ولازم أشيله وهو مسبب لي الصداع. نعم. بس هي بالحقيقة حلها بسيط. حلها أو بسيط. يعانون من طنة بالأذن دائما for no reason، يروحون طبيب الأنف وأذن وحنجرة يتوقع عندهم التهاب بالأذن. نعم. حلها جدا بسيط، حلها الجهاز. تحكينا أكثر عن الجهاز دكتورة رسول. الجهاز هي عبارة عن طبقة شفافة. نعم. أوكي، تتشكل على شكل الأسنان بالمعمل الأسنان. يعني كأنما قالب. قالب بالضبط، هو يجي الطبيب الأسنان يأخذ مقاس، لكن هذا القالب شيء ضروري إنه يكون له صفات معينة اللي هي هارد أند سوفت. لازم يكون من الطبقة الخارجية هارد ومن الداخلية سوفت. إذا كان سوفت ما عملنا شيء. نعم. أكن ما سوينا شيء، لكن لازم يكون هارد من الخارج وسوفت من الداخل. ليش؟ لأنه الـ unconscious feeling لما نتحس أنه أكو شيء هارد قاطع عليها عملية صرير الأسنان تبدي إيش؟ تبتعد عن عملها لأنه ما قاعد يستمتع. لا. لكن إذا حطينا طبقة سوفت أكن شجعنا أنه الحالة تزيد. ولهذا أكو ناس يقول يروحون للصيدلية، للأسف موجود بالصيدلية، بس لسه الناس ما واعية على الموضوع، يشتروه جاهز ريدي ميد. نعم. لكن ما يستفادون، يقولون أنا لبست الجهاز بس ما استفادت. ليش ما استفادت؟ لأن النوعية الجاهزة الريدي ميد بالصيدليات not a professional work. أيوه، يعني ما معقول قالب يوالم كل بالضبط أنواع الأسنان وأشكالها. بالضبط. الشغلة الثانية، في بعض الحالات very advanced نحتاج إلى تدخل مادة البوتوكس. الحالات المتقدمة. المتقدمة يعني. نعم. متقدمة جدا، نحتاج حقن بوتوكس في المفصل الفكي اللي هو قريب من الأذن. حتى يسوي ارتخاء. ارتخاء للعضلة. نعم. نعم. وأيضا في العضلة الفك هذه اللي هي اللي تحرك الفك. نعم. هاي بالحالات الأدفانس، مو للكل. بس اغلب الحالات تتعالج بالنايت جارد، اسمها نايت جارد. اذا ضروري واحد من بدايه الحاله من الصر عنده. بصراحه انا من الاشخاص اللي عانيت خصوصا وراء الحمل والولاده. نعم. في قله ستريس. النوم والستريس والقلق، فرحت وهم نصحوني بهذا الجهاز. طيب هذا الجهاز دكتوره ما يضايق وقت النوم؟ يعني واحد منين زعج من عنده؟ اي واحد لازم يكون صريح، في اكو مضايقه بس الحمايه مالته، الفائده مالته أكثر بكثير. نعم. من مضايقته. مسألة تعويد. مسألة تعويد. يعني أنا دائما أقول لهم للمراجعين واحد شوية. نعم. يتحمل يعني أسبوع 10 أيام ماكسيموم أسبوعين يو ويل جيت يوست تو إت، لأنه الفائدة مالته تفيد. طبعا أكيد. يعني أحسن ما أنا بعدين بالمستقبل وقاية. مع تقدم العمر. نعم. تنفقد الأسنان. صحيح. Which is no forgiveness. طبعا أهم شيء يعني الأسنان. خلاص ما تتعوض. الموضوع ما تتعوض. نعم. ما تتعوض الأسنان. نعم. نعم. طيب يعني هذا الجهاز دكتورة هل مدة معينة لحد ما الإنسان يكون مثلا يرجع لحالته الطبيعية أو القلق يروح أو لازم كل العمر وياه؟ حسب الحالة. حسب الحالة. مبدئيا إحنا ننصح به أنه يستمرون عليه 3 أشهر. نعم. بعد 3 أشهر يعني خلينا نقول يتركوه، يراقبون نفسهم، إذا نفس الآلام رجعت. نعم. ونفس التشنجات معناها لازم يرجعون عليه أيضا 3 أشهر. نعم. بعد 6 أشهر هذه ايضا نراقبها. نعم. في ناس من تعودوا عليه ولقوا راحتهم في الموضوع اصلا هم ما يقدرون يتركوه. نعم. لانه حياتهم تغيرت، صار في فرق بالموضوع. نعم نعم اكيد.
طيب دكتورة رسل، هل هناك يعني نصائح حتى متابعاتنا العزيزات ومتابعينا يستفادون مواصفات معينة لهذا الجهاز، يعني حتى دائما خلي متابعينا بالصورة ويكون الجهاز مضبوط وصحيح، يكون عندهم علم يعني؟ نعم، أهم شيء لازم المراجع يسأل الدكتور. نعم. يسأل عن نوعية اللاير المستخدمة للجهاز. هي تجي لاير طبقة من الخارج تكون قوية. نعم. ومن الداخل سوفت. الجزء القوي يكون إلى الخارج والجزء السوفت يكون باتجاه الأسنان. نعم. حتى لا تتأذى الأسنان، وبنفس الوقت لازم يكون بهاي القوة لحتى يوقف هاي الهبت، باد هبت اللي هي العادات السيئة اللي نعم. باللاوعي تصير. نعم. وهذا بس إنه يسأل عن نوعية. نعم. ضروري جدا يسأل عن نوعية، وطبيب الأسنان المختص أكيد هو اللي يحدد المواصفات المعينة. والسماكة أيضا يعني سماكة. في ناس تحتاج 1.2، في ناس تحتاج 2 مليمتر حسب الحالة. حسب ايش قد هو فقد من طول اسنانه. نعم. لانه تتاكل الاسنان وتقصر. نعم. طبعا معلومات جدا حلوه وجدا استفادينا منها، شكرا لوجودك ويانا. شكرا. ان شاء الله متابعاتنا العزيزات حبوا المعلومات واستفادوا منها، واكيد اي سؤال او استفسار تراسلونا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه بقناه الشرقيه وبرنامج كهرمانه. شكرا جزيلا لك دكتوره. اهلا.